السلام عليكم، وكنتمنوا التوفيق اولا للمنتخب المغربي والمنتخبات العربيه كاملين، مصر وتونس وموريتانيا حتى هما مرحبا بهم في التومون، وان شاء الله كنقولوا باللي المنتخب ضروري غيربح، هذه مفروغه منها، وان شاء الله يكون كاع شي جوج ديال الفرق، وما نساوش خوتنا في فلسطين، فري فلسطين. وبصراحه هذا المنتخب هذا عمر ما شاف بحالو المغرب، خاص ضروري يدي شي لقب، فهمتيني كيستاهل اللقب. المهم راه شفنا اللعب ديالهم في المونديال، هنا في افريقيا كاين شويه الجو ما معاونهمش، ولكن اليوم غيلعبوا ان شاء الله مع التسعود، غيكون شويه الجو بارد، ونتمنوا نشوفوا المنتخب اللي كنعرف. شنو كتوقع في الفينال غيكون؟ منتخب في الفينال كيقولوا السنغال والله اعلم. وبغينا نشوفوا جوج دول عربيه المنتخب، وما كرهناش نتلاقاو مع ماسر ونحيدوا لهم لاكوب. ان شاء الله التوقعات ديالي بالنسبه ليا المغرب يقدر يربح بثلاثه لواحد، ماشي حتى الماتش في المتناول ضد فريق زامبيا، واخا بكل احتراماتي للمنتخب الزامبي، ولكن عندنا منتخب زوين، فهمتي، يقدم عروض لا في كاس العالم ديال اللي دازت في قطر، وصلنا حنايا وما وصلنا نصف النهائي، راه صعيب باش توصل نصف النهائي ديال كاس العالم. الماتش اللي داز مشيني كان شويه قاصح، كانش في الضغوط ديال الحراره، مشي كما شتي راه قال اللعيبيه راه كانوا، ولكن الحمد لله قدمنا مباراه زوينه. هذا الماتش ان شاء الله نحقو، فهمتيني، نحقو 3 بوان. بالنسبه شفنا الماتش البارح ديال لاجيري، ولاجيري ما بغيتش نهضر عليها بزاف، ولكن المنتخب الموريتاني صدم الشعب الجزائري، واخا هما كانوا تيظنوا يديرهم في كرشهم، ولكن فهمتيني قدر الله ما شاء فعل، احتقروهم، ولكن الحمد لله نقدروا ان شاء الله حنا اللي نقدروا نديو الكان، الا مشينا بهذا الريشم ان شاء الله نجيبوا الكاس، علاش لا؟ طبيعه الحال مربوحه ان شاء الله، وغادي ما يحيدهاش الطبيب هذه ان شاء الله 3-0 ان شاء الله. وبطبيعه الحال تيكون العامل ديال الحراره تيأثر على المستوى ديال اللاعبين بطبيعه الحال، ولان هذا الشيء ما المستوى ديال الفريق، المستوى ديال اللعب ديالهم راه باين وواضح، وراه كاين راه دوزنا خلاص المونديال، وراه بان الاداء ديالنا، وان شاء الله غادي يكون غير خير. انا الطموح ديالي هو لاكوب، هضري لي على لاكوب، ان شاء الله غادي نديو لاكوب ان شاء الله. المهم المقابلة اليوم إن شاء الله غادي تكون مقابلة غادي تكون حاسمة، واخا حنا ضمننا التأهل، ولكن باش حنا كمواطنين تنتفرجوا اللي تنبغيو الكرة خاصها تكون يقنعنا المدرب، فهمتيني، حنا ضمننا التأهل ولكن بغينا نتقنعوا في اللعب، وإن شاء الله غادي نربحوا هادي بشي حاجة منطقية، خصنا نربحوا، حنا رابعين العالم، هادشي كامل ما خصناش كاع نتفرجوا القوة، خصنا في الفينال، هذا هو اللوجيك، خصنا نديو إن شاء الله اللقب وغادي نديوه، وفي حالة لما ديناش يعني راه المهم وصلنا اللي بداكشي اللي بغينا في كاس العالم، ما عمرنا حلمناش ان نكونوا حنا الرابعين ولينا الرابعين، ولكن ان شاء الله نديو اللقب. وهاد لك لاجيري اللي تا هما مشاو البارح، فهمتيني، هذا احسن، هذا احسن من كاس الافريقيا ولا كاس العالم. واخر حاجه هي ان شاء الله غادي تكون شي واحد 3-1 باش يتاهلوا خوتنا كوت ديفوار، ضروري بغيناهم يتاهلوا، شعب زوين تنشوفو في السطوريات تبارك الله، كاملين تيبغيونا، بغيناهم يتأهلوا، وإن شاء الله نديوها وتكون في الفينال، يكون بيننا حنا والسنغال إن شاء الله. 3-0 وإن شاء الله مربوحة ديما مغربية. إن شاء الله المغرب غالبا يمشي 3-0 إن شاء الله، باش نفرحوا المغاربة ديالنا. إن شاء الله أنا كنتوقع ومتفائلة باللي إن شاء الله غادي يربحوا 3-0 إن شاء الله. وانا ثقه فيهم حيت الشباب بصح حاربوا بزاف وداروا ما في جهدهم، واخا تماك في كوت ديفوار كاين رطوبه بزاف والصهد وكل شيء، ولكن كيتقاتلوا باش ان شاء الله ينجحوا ونفتخروا بهم، وحنايا كنشجعوهم وديما في جنبهم، وان شاء الله غادي يترصدوا لسبعه النقاط وغادي يربحوا وغادي يطلعوا يربحوا الكوت ديفوار ان شاء الله معاهم، وحنا ديما الفوق الفوق، وتحيه للمغرب وتحيه لمنتخبنا، وكنحبوكم بزاف وانتم الفخر ديالنا. ان شاء الله المباراه اليوم المغرب غيربح بنتيجه ديال 3-0،
وغي ماركينا ان شاء الله نصيري وزياج وبوفال. التوقعات ديالي بالنسبه للماتش ديال اليوم كنظن يقدروا يربحوا بجوج لصفر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.